هبدأ النهاردة إن شاء الله بحاجة بسيطة سهلة أي حد يتعلمها، وهي إزاي نقدر نكشف أو نفحص أي هارد ديسك سواء كمبيوتر أو لابتوب. الخطوات بتحتاج الأول يبقى عندنا يا إما أسطوانة يا إما فلاشة، وهوريكوا إزاي نقدر نعمل أسطوانة أو فلاشة. بنحتاج للموضوع ده حاجة اسمها هيرن سي دي أو هيرن سي دي، في منها نسخ كتير جدا، في نسخة هشتغل بيها أنا اللي هي 10 و6، دي نسخة كويسة جدا فيها كل الأدوات اللي احنا ممكن نحتاجها عشان نكشف على الهارد أو نقسم الهارد. دلوقتي هنبدأ نشرح البرامج اللي هنستخدمها، هنجيبها ازاي ونستخدمها ازاي. أول حاجة مطلوب مننا إن احنا نحمل ملف اسمه Easy to Boot، ده برنامج حلو جدا بيخلي اي فلاشة تبقى بوت، يعني نقدر نحط عليها ويندوز او هايرن سي دي ونخليها تفتح اكنها اسطوانة بالظبط. تاني حاجة طبعا عندنا الهايرن 10 و6، دي اسطوانة مليانة برامج كتير، مليانة برامج كتير نقدر نستخدمها للكشف وتقسيم الهاردات وغيره. كمان الهيرن 10 و6 مهمة جدا الاسطوانة دي، نقدر عن طريقها نفحص الهاردات ونعمل تقسيم للهارد وغيره من الأدوات. طيب دخلنا على اللينك الايزي تو بوت، هنحمله من الميديا فاير، والهيرن نفس الكلام برضو من الميديا فاير. المساحات مش كبيرة على فكرة، يعني حوالي 300 ميجا الاتنين. نزل عندنا الملفات خلاص، هتبقى موجودة easy to boot، ملف واحد مضغوط، واسطوانة الهيرن اخرها ايزو. ممكن طبعا بعض الناس ما يبانش عندهم كلمة ايزو ولا يبان عندهم كلمة رار، بس يعني في كل الحالات ده ظبط في الويندوز معين مش هنتكلم عنه دلوقتي. بعد ما حملت الملفات بتاعتي هيبقى عندي الملف easy to boot وهيرن بوت سي دي 10 و6. لو انا عايز اعمل اسطوانة هعملها مباشر، ودي اسهل طريقة ان انا اعمل اسطوانة على طول للفحص، اسطوانة هايرن بوت سي دي 10 و6. ممكن اعمل كليك يمين واستخدم احد البرامج التالية. ممكن استخدم برنامج نيرو، برنامج نيرو مشهور جدا لنسخ الاسطوانات، او برنامج باور ايزو برضو مشهور جدا لنسخ الاسطوانات. نيرو عندي امر البيرن، بيرن يعني احرق الاسطوانة، او باور ايزو احرق الاسطوانة عن طريق امر بيرن. احنا قلنا النيرو اهو، لو انا عايز استخدم النيرو عشان افتح الاسطوانة هجيب مكان الاسطوانة كده، بدوس كليك يمين كابي، واروح على برنامج باور ايزو، كليك يمين بيست انتر، بجيب الاسطوانة بعمل اوبن. مجرد ما الاسطوانة ظهرت عندي اقدر اعمل بيرن واختار الدي في دي رايتر اللي عندي. لو انا عندي كذا رايتر هيظهر هنا، لو ما عنديش خالص مش هيظهر اي حاجة زي ما انتم شايفين قدامكم، زي ما هو عندي كده وانتم شايفينه. دي سرعة النسخ، واهم حاجة عندي البيرن. والاسطوانة صغيرة جدا على فكرة، 270 ميجا، مش هياخد وقت خالص، هياخد نص الاسطوانة بس سي دي مش دي في دي. ده عن طريق برنامج باور ايزو، النسخ عن طريق برنامج باور ايزو. طيب الطريقة التانية زي ما قلنا عن طريق برنامج نيرو. هنفتح اوبن، نجيب اللينك بتاعنا، اللينك اللي هو مكان الملفات اللي هننسخها، كليك يمين بيست اوبن، الهايرن اهو اوبن. طبعا هو مش لاقي ولا درايفر عندي، اللي هو مش لاقي رايتر عندي ينسخ بيه، فعشان كده مفيش اوبشن كتير ظاهر عندي، لكن الطبيعي هنختار الرايتر ونعمل بيرن على سي دي مش دي في دي، لان زي ما قلنا حجمها صغير جدا، 270 ميجا زي ما هو جايب هنا كده، 270 ميجا فقط. مجرد ما اعمل بيرن هستنى شوية حوالي 10 دقايق او 5 دقايق، ممكن دقيقتين كمان، ويبقى عندي الاسطوانة جاهزة ان انا اعمل بيها حاجة اسمها بوت، يعني افتح بيها الجهاز من غير ما ادخل على اي ويندوز عشان اقدر اكشف على
جودة الهارد ديسك اللي عندي. الطريقة التانية، ودي لو انا ما عنديش اسطوانات او بشتغل بالفلاشات، ودي اكتر من ناحية العملية غالبا بنعتمد عليها كمحترفين، برنامج الـ RMPrep. مجرد ما سطبته واستخدمته، انا متسطب عندي حاليا فمش هعمل انستول، هفتحه كده واوريكم اول مرة تعرفوا على البرنامج. بعد ما سطبنا برنامج الـ RMPrep وفتحناه، هنلاقي البرنامج ده بياخد اي فلاشة ويحولها لاسطوانة، او يعني يخليها فلاشة بوت زي ما احنا بنقول دايما بوت، سواء ان هو يعمل بوت للهيرن او للويندوز، اي نوع من انواع الويندوز. الـ RMPrep اقدر اعمل حاجات كتير، زي ان انا احط نسخة ويندوز 7 او 8 كاملة على الفلاشة او 10 طبعا. اقدر كمان ان انا احط عليه اسطوانة الهايرن، هايرن سي دي اللي معانا، ان انا اختار choose source. هيقول لي هتعمل ايه لما تختار الملف اللي هتختاره، هل هتحطه زي ما هو على الفلاشة ولا هتفك محتواه. انا طبعا هعمل نو، يبقى هفك محتواه لان دي اسطوانة، واجيب الاسطوانة بتاعتي. كده انا اخترت الهايرن بوت سي دي على برنامج الـ RMPrep، واختار فلاشة هبقى اعمل حساب ان هي تبقى فاضية، اعمل بريبير درايف. مجرد ما عملت بريبير درايف هيروح ناسخ كل مكونات الاسطوانة دي ويخلي الاسطوانة دي بوتابل. بعد ما عملنا اسطوانة او فلاشة للهيرن سي دي زي ما انتم شايفين كده، الهيرن 10 و6، نقدر بعد كده ندخل على اكتر من حاجة او نستخدم اكتر من حاجة. عندنا الميني ويندوز، يعني ندخل على ويندوز افتراضي من غير ما نسطبه، او ميني لينكس نفس الكلام بس نظام تشغيل لينكس، او دوس بروجرامز، ودي الاهم، برامج كتير وادوات نقدر نستخدمها في بيئة الدوس، وعن طريقها نقدر نكشف على الهارد، نقدر نعرف حالة الهارد وكفاءته. ندخل عليها، هندخل على الهارد ديسك تولز رقم 6 ونعمل انتر. التحرك بالاسهم، نطلع فوق بالاسهم. عندنا برنامجين او 3 مهمين جدا في الكشف على الهاردات. اول برنامج واسهلهم هو الهارد ديسك سنتينيل، دي نسخة الدوس بتاعته، في منه نسخة تانية ويندوز هبقى ابعتها لكم بعد كده في فيديو تاني وشرح ايه ازاي نتعامل معاه. ده الهارد ديسك سنتينيل. في عندنا برنامج تاني اسمه ام اتش دي دي، مهم جدا برضو في الكشف على سرعة الهارد وحالة الهارد. وفي عندنا برنامج اسمه HDAT2، وبرنامج اخير اسمه HDD Regenerator. طبعا هرجع تاني انا باك انتر باك انتر، هطلع بالسهم لفوق وادخل على برنامج الهارد ديسك سنتينيل. البرنامج بيحمل لوحده وبيجيب لنا حالة الهارد، بيجيب لي كفاءة الهارد من حيث الهيلث بتاعه اللي هي صحة الهارد. زي ما انتم شايفين انا شغال ببرنامج اقدر اتحرك بمؤشر الماوس، مع ان طبعا الطبيعي في الدوس مفيش ماوس. بيجيب لي مساحة الهارد، حجمه، وبيجيب لي نوع الهارد واسمه، وبيجيب لي كام يوم او كام ساعة اشتغل فيها الهارد او كام سنة هنا، وبيجيب لي الحرارة، درجة الحرارة، وزي ما احنا قلنا قبل كده بيجيب الهيلث من 0% ل 100%. علامة استفهام دي معناه ان هو مش عارف يتعرف على الهارد اللي موجود حاليا، وده ليه اسباب ان انا شغال ببرنامج محاكاة للكمبيوتر مش كمبيوتر حقيقي. طيب ده برنامج السنتينال، ندوس على اي سهم ونعمل قائمة القائمة اللي فاتت ام انتر، وندخل على الهارد ديسك تولز بالاسهم برضو، تحرك انتر ام اتش دي دي، عندنا هنا الام اتش دي دي، وعندنا السنتينال فوق اهو تاني، وعندنا الـ HDAT، وعندنا الـ HDD Generator Regenerator. هندخل على الـ MHDD Enter. جاب لي ان عندي هارد وسي دي، انا عايز الهارد رقم 1 1 Enter. عشان اقدر اكشف على الهارد بعمل F4
وإف 4 تاني عشان يبدأ في الكشف. وهو بيكشف على الهارد عندي. مهم جدا أراعي إن في بلوكات في الهارد دي كلها اسمها بلوكس أو سيكتورز، ممكن نقول عليها سيكتورز في الهارد. البلوكات دي كلها ليها سرعات، أغلبية البلوكات سرعتها أكتر من 3 مللي ثانية، ده سرعة ممتازة. بعديها أكتر من 10 مللي ثانية، أكتر من 50 مللي ثانية، ده كله بيقع في الطبيعي، في السرعة الطبيعية بتاعت أي هارد. غير كده عندي هنا الأفريج اللي هي متوسط سرعة الهارد، والأكتشوال اللي هو السرعة الحالية في الهارد، يعني البلوك الحالي اللي هو شغال فيه دلوقتي، المكان اللي هو فيه دلوقتي سرعته كذا. طيب على قد ما اقدر دايما لما اكون بشتري هارد جديد انا هتقبل ان يكون التلاتة دول بيعدوا كده. دايما الاكترية السيكتورات هي الاولانية، الاخضر ده اتجنبه على قد ما اقدر الا لو في حاجات بسيطة ارقام صغيرة. ابعد خالص عن اي هارد فيه بني او احمر، او طبعا في اي حاجة من الحاجات اللي تحت بعد كده، لان تحت دول كلهم حاجات معناها ان الهارد سيء جدا لا يعتمد عليه، خصوصا الاكس دي معناها ان الهارد بايظ، ده فيه باد سيكتور. لو ظهر لي اي مكان هنا اكس بيبقى معناه ان الهارد فيه مشكلة كبيرة اللي هي الباد سيكتور. بعد ما اخلص الكشف انا طبعا ممكن في اثناء الكشف اطلع لفوق بالاسهم او انزل لتحت بالاسهم، بجري يعني لتحت ولفوق او يمين او شمال كده. خلص الكشف على الهارد، عايز اكشف عليه تاني بعمل F4 تاني، عايز اخرج من البرنامج بعمل Alt X، عايز اظهر بقية الهاردات واكشف عليها Shift F3. يبقى عندنا تاني بعمل Escape دلوقتي، عندنا Shift F3 هيجيب لي كل الهاردات اللي موجودة، اعمل Escape تاني. طيب كشفت على هارد منهم، عايز اكشف على الهارد بعمل F4 F4 Shift F3، اختار رقم الهارد، انتر، F4 F4 اسكيب، عايز اخرج من البرنامج خالص Alt X، بيظهر لي ساعتها بقية البرامج اللي انا ممكن استخدمها وهنبقى نشرحها بعدين. كل البرامج دي اتكلمنا النهاردة عن هارد ديسك سنتينيل وعن ال MHDD في الكشف عن الهاردات ومشاكلها وسرعتها. مجرد ما خلصت اقدر بعد كده اقفل الجهاز بتاعي واشيل الفلاشة او الاسطوانة قبليها طبعا. وبكده نكون خلصنا اول فيديو شرح ليا. بس في نقط مهمة لازم ننبه عليها. اولا ان الطريقة دي او البرامج الدوس دي عن طريق الهيرن ما بتشتغلش على كل الاجهزة، غالبا عشان اقدر اعتمد عليها واضمن ان هي تشتغل كويس معايا بشتغل على جهاز يكون كرت ديو DDR2 مش DDR3. ده بيسهل عليا موضوع البوت وان هو يلقط كل الهاردات ويشوفها على البرنامج. واخيرا اعذروني، ده اول فيديو ليا طبعا، كان في شغل مونتاج كتير وقص ولزق في الفيديو فممكن ما تلاقوش الكلام متصل قوي، بس في الاخر الافكار المفروض ان هي وصلت كويس وكل الحاجات المهمه واضحه ومتسلسله بشكل كويس. ارجو ان يكون الفيديو مفيد ليكم، ولو مفيد فعلا هتلاقوا الافيد منه بعد كده.